إلى أحوال المجتمع الآن وإلى قضية مقتل الطفل محمد ياسين البالغ من العمر 6 سنوات ببشار، حيث تتواصل التحقيقات لفك حيثيات هذه القضية. فقد تم الإفراج عن المتهمة في مقتل الطفل ووضعها تحت الرقابة رفقة زوجها، فيما لا يزال البحث جار عن مشعوذ في حالة فرار متورط في جريمة القتل. التفاصيل مع أمينة بن دحمان ومراسلنا من ولاية بشار وكذلك النعامة. في يوم عاشوراء المصادف للثلاثاء 11 أكتوبر، توجه محمد ياسين درياح رفقة أطفال قرية مازر ببشار لجمع بعض الحلوى بطرق أبواب المنازل كما هي العادة في المنطقة، إلا أنه لم يعد إلى منزله. خرجت عائلته للبحث عنه دون جدوى. بعد يومين من اختفائه عثر على البراء محمد ياسين على بعد 60 كيلومترا من منزله، جثة هامدة داخل كيس بلاستيكي وقد نكل بجثته. تفاجأت كشفت كيس، بديت باغي نحوس هكا نشوف اللي راه فيه. تفاجأت لقيت طفل حالته حالة. توكلنا على ربي، بغينا نشوفه قدام عينينا. الله غالب ما تنصبروا على هذا الشيء. ما تقدر تصبرهاش. إعدان إعدان اللي كان معها إعدان، واللي ذبحاته وحرقاته تحرق كيما هو، كيما شواتو شوهالي. مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا حول أطوار هذه القضية وأفضى إلى اعتقال امرأة وثلاثة من بناتها بعد الاشتباه بضلوعهم في مقتل الطفل. خرج وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن عباس وأوضح التفاصيل. إشارة، فإن الجثة قد وجدت بكيس بلاستيكي أبيض اللون داخل مسكن في طور الإنجاز بقرية مازر، وقد تعرض للتنكيل حيث وجدت عبارة عن أشلاء مقطعة إلى عدة أجزاء، كما كان الوجه مفحم والجمجمة مقسومة إلى نصفين. توسعت التحقيقات وقام الدرك باعتقال 15 شخصا اشتبه في ارتكابهم الجريمة، وبعد يومين أفرج عن المتهمة الرئيسية وأبقيت تحت الرقابة القضائية. وكشفت مصادر النهار أن مشعوذا في حالة فرار وراء هذه الجريمة. وصلتنا معلومات عليها أنها مقطعة اليدين والرأس ثاني، الكرياتين ثاني، يعني العملية عملية ربما تكون احتمال كبير أنها تكون من الشعوذة. إلى متى تخطف أرواح البراءة؟ فهل من حل جذري لهذا الطاعون الذي ينخر مجتمعنا؟ في قضية